الأخبار من ATV العدالة وفيها: الصحية البرلمانية رفضت مقترح منع العلاج بالخارج، الكندري يطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الانفلات المروري. تزامنا مع يومها العالمي، نواب يتقدمون بقانون لحماية اللغة العربية. من العناوين إلى التفاصيل: استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر وعدد من مسؤولي الصندوق، وأعربوا خلال اللقاء عن تقديرهم للإسهامات الكبيرة التي قدمها سموه إبان فترة رئاسته لمجلس إدارة الصندوق، والتي نجح من خلالها في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة. وفي ختام اللقاء قدموا لسموه صورة من مشروع طريق الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي افتتح أخيرا في جمهورية جيبوتي الشقيقة بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. قال مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب سعدون حماد أنه تم رفض مقترح منع العلاج بالخارج لأنه لا يمكن منع مواطن كويتي من العلاج. وأضاف حماد أن اللجنة رفضت الاقتراح بقانون في شأن إنشاء اللجنة الطبية المختصة بالموافقة على إرسال المريض للعلاج في الخارج لإلغائه لدور وزارة الصحة. اجتمعت اللجنة الصحية اليوم مع المعنيين في وزارة الصحة بخصوص العلاج بالخارج لمناقشة المقترحات المدرجة على جدول أعمال اللجنة الصحية. وكانت الاقتراحات اقتراح بقانون بشأن العلاج بالخارج ومنع العلاج بالخارج. طبعا ناقشت اللجنة ورفضت هذا المقترح بمنع العلاج بالخارج، وسبب الرفض أن يتناقض مع الواجب الدستوري الذي يفرض على الدولة بكفاءة حق المواطن في العلاج والصحة العامة. وهذا المقترح يكون عائقا أمام تمكين المريض من العلاج خاصة في حالات المستعصية وزراعة الأعضاء. كذلك ورد رد الحكومة ممثلة وزارة الصحة تعرض لوجود عدة إشكالات وصعوبات لتطبيق المقترح بما يمنع من تقديم العلاج لمستحقيه. فهذا المقترح تم رفضه لأنه ما يصير كذلك أن مواطن كويتي يستحق الرعاية الصحية، الدستور الكويتي كفل الرعاية الصحية، نجي نمنعه من العلاج بالخارج. فتم الرفض من جميع أعضاء اللجنة. كذلك الاقتراح بقانون بإنشاء اللجنة الطبية المختصة بموافقة على إرسال المريض للعلاج بالخارج، بتكون المقترح تكون لجنة مركزية، وهذه اللجنة تكون بقرار من مجلس الوزراء بحيث يكون مرضى المدنيين والعسكريين، يعني حط الصحة والداخلية والدفاع، وكانت بقرار من مجلس الوزراء. فطبعا ألغى دور وزارة الصحة، فطبعا وزارة الصحة هي الجهة المختصة، الجهة اللي عندها الاستشاريين في جميع التخصصات اللي ممكن تشرف على هذه اللجنة. فكان طبعا كان قرار اللجنة بعدم الموافقة لأنه طبعا ألغى دور وزارة الصحة بالإشراف على المرضى بأنواعهم. تقدم النائب عبد الكريم الكندري بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة الانفلات المروري، وقال الكندري إن الخسارة البشرية ونزيف الأرواح بسبب الانفلات المروري وفوضى الطرقات يجب أن يوضع لها حد، مؤكدا أنها ستزيد إذا استمر التراخي بتطبيق القانون. وعليه طلب الكندري بعقد جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية. طالب النائب رياض العدساني رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بسرعة متابعة القضايا محل الاستجوابات السابقة وعدم التراخي فيها، ولوح العدساني بتقديم استجواب للخالد في حال تراخيه. على الحكومة تقديم برنامج عملها فور تشكيلها، كذلك المادة 20 من دستور دولة الكويت تحقيق الرخاء ورفع مستوى المعيشة. يجب النظر برفع الأسعار والسعي بحدها وعدم كسر المواطن ورفع الأسعار والخدمات عليهم. أغلب المواطنين مديونين أنهم أقساط أو أمور مالية، ويتأثر على مصاريف أقساط والتزامات، والمتأثر هو المواطن البسيط.
لذلك يجب النظر لقضايا غلاء الأسعار وأيضا قضايا الأخرى التي تمس الصحة والبنية التحتية والإسكان والتعليم. هذا من أهم الأولويات. أما الجزئية اللي بختم فيها القضايا اللي ذكرتها، مصروفات التسليح، مدير التأمينات الذي هرب، ملف عطايا النواب، التحقيق في صندوق الموانئ، الديون المستحقة وحساب العهد، بالإضافة إلى شركات تمس سواء النواب حاليين أو سابقين، أو تضخم حسابات نواب حاليين سابقين، تم إرفاق تلك الملفات وتحويلها إلى النيابة على الحكومة متابعتها. كل تلك القضايا فيها مساس في الأمور الإدارية والمالية، فعلى رئيس الوزراء أن يرسم السياسة الصحيحة وتولي مهامه من خلال مسؤوليته مسؤولية الوزراء. ومنما أؤكد كل القضايا اللي ذكرتها في الحكومة السابقة هي قائمة، في حال تراجع رئيس الوزراء عن مهامه نعم سوف يقدم الاستجواب حتى لو في بداياته. رأى النائب خالد العتيبي أن عدم إعلان نتائج الاختبارات الإلكترونية مباشرة للمتقدمين لوظائف الخبراء الجارية حاليا في وقتها خطوة بعيدة عن الشفافية، وتنذر بتكرار كارثة إلغاء القضاء لدفعة كاملة من الخبراء. وطالب العتيبي الحكومة بتصحيح الخطأ وفرض الشفافية وعدالة تكافؤ الفرص في كل الاختبارات التي تخصص للوظائف الحكومية. تزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية، أعلن النواب أسامة الشاهين ومبارك الحجرف ومحمد الدلال وعبد الله فهاد وخليل عبد الله أبل عن تقديمهم اقتراحا بقانون من 15 مادة بشأن حماية اللغة العربية. يلزم القانون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في الأنشطة والفعاليات والتعاملات كافة التي تقوم بها. عبر وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي عن شكره وعظيم امتنانه إلى القيادة السياسية على الثقة التي منحته إياها بتسليمه حقيبتي وزارتي التربية والتعليم العالي، ولفت إلى أن أولويات وخطة التربية والتعليم العالي واضحة وتستند إلى الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام والأكاديمي. وأشار الحربي لأن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات هامة تتطلب تضافر جهود كل العاملين بوزارتي التربية والتعليم العالي من أجل تطوير أداء أركان العملية التعليمية ورفع كفاءة المخرجات لرفض سوق العمل المحلي بكل متطلباته من العمالة الوطنية المؤهلة. شدد وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص على الاستمرار في تنفيذ خطة التنمية وإنجاز المشاريع المقررة في موعدها وتطبيق استراتيجيات الوزارة وتحقيق أهدافها دون تأخير، مشيرا إلى أن تلك الخطط ستكون من أولوياته وأنه سيعمل عن كثب على متابعتها. وفي تصريح للحريص بعد زيارته الأولى لوزارة المواصلات أشار إلى أن من أبرز المشاريع التي ستكون على رأس أولوياته قطاع البريد للارتقاء به ومعالجة جميع مواطن خلله وتسهيل جميع المقومات تماشيا مع الخطة الإنمائية للدولة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية. خلال استقباله المهنئين له بتجديد الثقة له وإعادة توليه حقيبة وزارة الصحة، أكد الوزير الشيخ باسل الصباح أنه سيكمل ما بدأه في خطته الإصلاحية والتطويرية في الوزارة، بالإضافة إلى تعديل بعض القوانين كمزاولة المهنة وهيئة الغذاء والدواء. بالبداية أتمنى أن يكون عند حسن ظنهم وأهل إن شاء الله للثقة الغالية اللي أولانياها حضرة صاحب السمو وسمو رئيس مجلس الوزراء، وإن شاء الله في الأيام القادمة راح نكون يعني نمشي بنفس الخطوات الإصلاحية ونفس الوتيرة اللي كنا ماشيين عليها إن شاء الله في تطوير المنظومة الصحية. أهم يعني حب نوح على بعض النقاط المهمة في المستقبل اللي هي السعي وراء يعني تطوير جودة الرعاية الصحية العلاجية والوقائية والوصول إلى منظومة صحية إن شاء الله متكاملة،
وأيضا على صعيد الميكنة والملف الإلكتروني والوصفة الإلكترونية إن شاء الله إلى الملف الإلكتروني إن شاء الله يكون يعني هذه من أهم أولوياتنا في وزارة الصحة. أيضا على جانب القوانين وسن القوانين، الآن احنا خلصنا من موضوع قانون مزاولة المهنة وحقوق المرضى، وإن شاء الله راح يكون يعرض إن شاء الله في مجلس الأمة في القريب العاجل الإقرار. وأيضا نعكف أيضا على تعديل قانون تعديل هيئة الغذاء والدواء، وإن شاء الله أيضا سوف يعرض على مجلس الأمة. ومن جانب التطوير الإداري أيضا احنا شغالين يعني في مرحلة الأخيرة في تطوير إن شاء الله الهيكل التنظيمي، وإن شاء الله أيضا هذا راح يكون يقر، نأمل إن شاء الله في هذه السنة الجديدة. طبعا احنا عندنا كثير من المنشآت اللي إن شاء الله نعكف على الانتهاء منها وتجهيزها، وعلى كثرتها يوجد مشاريع عملاقة ضخمة مثل المستشفيات الجديدة، وهناك مشاريع مراكز الرعاية الأولية. وأيضا اللي قاعد نعكف عليه أيضا الآن، وفي اجتماعات سابقة تمت كثير من الاجتماعات، اللي هو وضع كود المباني، كود ثابت للمراكز الرعاية الأولية، بحيث يكون بتصميم واحد يتماشى مع تقديم الخدمات الصحية بطريقة أفضل، وأيضا تكون يعني خدمة المرضى وطريقة التعامل مع يعني الأقسام الطبية داخل المراكز الطبية تكون بطريقة أفضل، ما راح أكيد ينعكس على جودة الرعاية الصحية الأولية وأيضا على راحة المريض.